مساء الخير مشاهدينا، سهرة عمر بليالي رمضان يلي عم ترافق فيها نحن وياكم مباشرة عبر تلفزيون لبنان. برحب بكل الأشخاص يلي هلا انضموا لسهرتنا، يلي انضموا لنا عم يسهروا معنا كل ليلة. سهرة عمر بالليلة الرابعة من ليالي رمضان لهالشهر الفضيل يلي بردنا لذاتنا لعيالنا للقيم يلي أوقات منفقدها بعجقة الحياة حتى نرجع نتذكرها. منتذكرها كمان لما يكون في أشخاص يكونوا هالقد قادرين يغيروا بالمجتمع. الواحد لما يكون يمكن من موقعه مشهور ونجم، دائما العمل الفني، الإعلام، الرياضي أو أي مجال كان، يمكن الواحد بياخد هيك منحة عملي بضيع بالحياة. ولكن فعليا لما نرجع لذاتنا، لما نرجع لداخلنا، في أشياء أهم وأسمى نفكر فيها. مع ضيوفنا، مع نجومنا بكل حلقة، نجم كل حلقة، عم نتعلم قيم، عم نتعرف على أشياء يمكن نقدر نطبع فيها سهراتنا، وكمان نتعلم منها، لأنه الحياة مدرسة ما منشبع علم منها. كل شخص عنده شيء جديد يقدم لنا إياه ويضيفه لحياتنا. سهرة عمر بالحلقة الرابعة، بالسهرة الرابعة من ليالي رمضان لهيدي السنة، بسهرة الليلة مميزة. مميزة لأنه لما لقب جمالي ينضاف على داخل أحلى بيكون في كمال. الكمال صحيح عند الله، ولكن الواحد بأفعاله، بأعماله، بإنسانيته بيطغى على أي شيء تاني. ضيفة الليلة صحيح حملت لقب ملكة جمال لبنان للعام 2010، ولكن عملها بصمت كان أهم بكتير من الضجة اللي ممكن أي صبية تستفيد منها لحتى تروج لإسمها. عملها بصمت، أدى فيها لحتى تكون مع جمعيات، مع أعمال إنسانية وخيرية عديدة رح نحكي عنها، وكمان حتى دخولها على العالم الفني كان بصمت وبخطوات ثابتة. رح نفصح الليلة عن أول عمل تمثيلي من بطولتها، وأيضا غناءً يمكن مش كتار بيعرفوا عنا هالموضوع، رح نحكي أكتر بهالتفاصيل، رح نتعرف عن جوانب ما منعرفهم أكتر عنا. ضيفتنا بالسهرة الرابعة من سهرة عمر مباشرة عبر تلفزيون لبنان، ملكة جمال لبنان السابقة، وصار في يقول الممثلة الراقية بأخلاقها دائما، رهف العبد الله. رمضان كريم، تشرفتي. رمضان كريم علينا وعليك وعلى كل العالم اللي عم يتابعونا، اكيد من الوطن العربي ومن البلاد اللي يمكن بيصوموا فيها 22 ساعة واكثر هالشهر الفضيل اللي دائما بنتمنى انه هيك يرجع الواحد لعائلته اكثر ويعرف قيمة الجمعة قديش هي حلوة وقديش بتغنيه كشخص. صحيح، هيدا دائما اضافة وبتردنا لذاتنا، هيك نرجع نشوف اهلنا، اصدقائنا، الناس يلي هن الاساس بحياتنا. يعني بعرف انه خلصت الافطار وجيت لعنا، نحن مبسوطين فيك قد الدنيا. سهرتنا عم نجتمع فيها مع المشاهدين كل ليلة، نجم بمجاله، وانت كنت نجمة من النوع الآخر. يعني في أوقات طيور ما بتحلق بالسرب مثل ما بيقولوا، أنت كنت من هالنوع من الأشخاص وملكات الجمال يلي كانوا عم يعملوا شغلهم صح ولكن بصمت. قديها المخطط بيشبه شخصيتك أول شيء، قديها المخطط يلي هو راقي هالقد كمان بيشبه أنت، كيف عبالك يكون حضورك بالمجتمع من بعد هذا اللقب يلي حققتيه بالعام 2010؟ ثانك يو على الاستضافة وعلى المقدمة الحلوة اللي بركي هيك لخصت فيها شوي مين رهف وشو هالتجربة اللي فاتت فيها. يعني أنا لحظة اللي انوجدت بين 16 صبية على مسرح عم بتنافس على أب جمالي، بهاللحظة ما كنت عم فكر بالأضواء وبالشهرة وبأنا شو رح أعمل. بالعكس كان عندي يمكن خوف ومسؤولية إنه تجاه هيدا الشيء، وما كنت مفكرة ولا لحظة إنه رح أوصل للي وصلت له. فلحظة اللي وصلت ما انبهرت بالأضواء قد ما بالعكس حسيت إنه أنا اليوم بدي أرجع لحالي، بدي أرجع لذاتي، بدي أرجع لأنا كبنت شو كنت عم أقدم لهالمجتمع ووسعه عن نطاق بلد، لأنه الحلو إنه صاروا يعيطولي لبنان. يعني هيدا الشعور ما بنساه بحياتي، إنه أنا كشخص كان عم يتعيط له باسم بلده على مسرح عم تحضره ملايين العالم بكل أنحاء العالم. فهيدا الشيء الحلو اللي بخليك أنت ترجع لشخصك ولأنت قدي فيك تقدم لبلدك بالرغم ما بتلاقيه إنه شوي مأخر عن بلدان غيره بالتحضير وبكل القصص اللي لها علاقة بهالمسابقة، بس بتقول لا إنه أنا ما بدي أفقد الأمل وبدي أقدم أحلى صورة.
فهذا الشيء عكسته على كمان رسالتي اللي حملتها بلبنان اللي كانت تعنى بكل القضايا اللي بتطال حياة الشباب. صحيح، يعني المخدرات، يعني حوادث السير، صح، يعني مرض السرطان ومنع التدخين، يعني كلها أمور خليني أقول حياتية، كلها أمور ولا بيت إلا ما بيخلى من مشكلتها إن كانت صغيرة أو متطورة. نعم. كمان قد ايه مسؤولية كانت كمان انه هاللقب يلي عم تحكي عنه رهف وهالاسم يلي لبنان حملتيه برا، انه تقدري كمان تجسديه من خلال هالقضايا يلي حملتيهم كمان بكل امانة وبكل، برجع بركز على صمت، رح نحكي عن هذا الموضوع لانه انت ما استفدتي من هيدي الضجة كلها، كنت عم تعملي شغل على واقع الارض. صح، فيقتني على جملة قالت لي اياها مديرة اعمالي، كنا نحضر ونعمل ايفنتس تكتب لي اياهم، هي خلصنا السنة قالت لي عم بتطلع زيادة. ايه نانات، بقول لها هاي، بنوجه لها تحيه اكيد. عم تطلع على الورقه، قالت لي يعني انبهرت بكم الايفنتس وكم القضايا اللي اشتغلنا لهم، فعم ترجع عم تارشفهم كلهم. قالت لي انه عن جد عملنا كثير بسنه، بقول انا الحمد لله، بقول انه يمكن انه السنه مرقت كثير بسرعه علي، يمكن في قصص كثير كنت حابه يمكن كفي فيها وما كفيت، لانه بالنهايه الانسان بده يرجع لحياته العمليه وبده يشوف حاله باخر النهار وبضل بيقدر يقدم قد ما بيقدر لمجتمعه. فاللي بقيت فيه اكثر يمكن حوادث السير بلبنان كانت كثير تستفزني، وكنت كثير اتضايق دائما وقت اعرف انه شاب خسر حياته بحادث سير، فكفيت. نعم. مع اليازا، وانت عضو هيئه اداريه باليازا على كل حال. نعم، وصرت عضو هيئه اداريه فيها، وبشوف انه عن جد عم يشتغلوا كثير وعم نشتغل كثير لنحسن هذا الوضع بلبنان. نعم. اشتغلنا على القانون كثير، بس بضلك بدك تدخل ثقافة لكل بيت، اللي هي انه اليوم انت على الطريق، انت شخص مسؤول، انت شخص واعي وشخص مش بس انه لانه دولتك هي هاملتك وهاملة طرقاتك قال انا بجي بهمل حالي وبموت حالي، طب ما انت عم تموت اخر النهار. صحيح. والدولة عم تبقى وعادي. بتعرفي كل الكامبينز اللي عملتون كمان مع اليازا وكل الكامبينز اللي كل الجمعيات مشكورة على جهودها، على كل حال يعني دائما فيها المسؤولية الشخصية، يعني ليه منلوم دائما الدولة؟ لا، ننطلق منا نحن. صح، صح. كل واحد يعمل شغله. صح. وننهض بهذا البلد شوي شوي، ما نحن كمان أفراد بهذا المجتمع. من خلال المؤتمرات، من خلال الندوات اللي شاركت فيهم رهف، شو لمستي هم بهذا الموضوع، يعني بموضوع سلامة السير، من خلال موقعك بمسؤولية بهذا الموضوع، يعني شو لمستي نحن بحاجة أكثر شيء، أو شو في هم هو أكثر شيء أخذ من وقتنا ونحن بحاجة أنه نصلح ونحقق فيه؟ يكون عنا دولة، يكون عنا طرقات، نكون منشبه أي بلد بنسافر عليه ومنقول يا ريت لبنان هيك. ليه بدنا نحن نتحسر دايماً بس نروح ونقول يا عمي ليه نحن بلدنا مش هيك؟ طب هلأ أنا كمان ما بدي بس أحكي عن البلد، بدي أنطلق من الأشخاص، لأنه اليوم أنت إذا ما بهمك بلدك وبتوسخه وبتخليه يكون منه مرتب ومنه منيح ومهمل، ما بحياتك بتعمل بلد. يعني هي كمان المسؤولية على الطرفين، على الأشخاص اللي يمكن عم يفقدوا هذا الأمل بالبلد وعم بيتصرفوا بطريقة عشوائية وبيخالفوا، لأنه نحن أنه مسموح واحد يخالف ما بيأثر، هذا الشيء كمان مسؤولية على الإنسان، يعني أنه هو يبادر ويبلش من حاله. بس أنا بلمس شغلة أنه في نحن عنا جيل من الشباب عنده فكر نظيف وعنده فكر متطور وبحب انه يشوف بلده بغير محل، بس السياسه اكلتنا لدرجه انه يمكن نحن كشباب ما عنا صلاحيه انه نخرقها او نفوت عليها، لانه فيها هيكليه معينه ميز يعني وقصص ما نا قادرين نعرفها يعني. طبعا فهذا الشيء اللي بقول مأخرنا كبلد نحن، انه اليوم السياسه بدل ما عم هي شيء عم بيقدمنا عم بيرجعنا لورا، وعم يصير في انقسام اكثر واكثر، مع انه نحن كشباب لبناني ما بقى نحكي هذا غنى، يعني نحن تعدد الطوائف عندنا لازم يكون غنى لبلدنا مش العكس. بالعكس لازم نحن نكون هالمثل الناجح عن التعايش المشترك وعن انه نحن فينا نعمل من هذا الوطن بلد ونسميه وطن. صحيح، مش بس يكون كليشيه. رهف، لما حملت لقب الجمالي يعني مثل لبنان 2010، هالمرحله كتار يعني وحتى من الصحفيه وحتى لليوم، يعني بس نقول رهف عبد الله بيقولوا انه ايه هالبنت كانت هيك لو بروفايل، كانت عم تشتغل بصمت بهدوء،
كان بلان استراتيجي انت اعتمدتيها لحتى تكوني فعلا عم تشتغلي، او كانت بلان يمكن انت بشخصيتك اشتغلتي بهذه الطريقه؟ يعني اليوم في كثير تساؤل على هذا الموضوع، وانت اطلالتك الاعلاميه صحيح انت سوبر اكتف بكل المواضيع الانسانيه، وانا ما بنكر هذا الشيء، وحتى تعرفت عليك من خلال موضوع انساني كمان اول ما انه كان الاعلام كله بيعرف رهف عبد الله، بس ولكن ولا مره كانت عم تستفيد من الاعلام وتطلع وتحكي مقابلات واوفر يوزد يعني كمس لبنان وكالاسم خليني اقول. ليه هيك الحياد عن كل هالجو خليني اقول؟ ليك يمكن ما حطيتها ضمن يعني سلم الاولويات تبعولي. هلا ما بقول لك هذا الشيء صح، لانه انا بتطلع لورا بقول يمكن كان في سوء اداره، لانه هون الاداره بتلعب دور انك انت اليوم كل القصص اللي عم تشتغل عليها وعم تلاقي نتيجه منها انك تخلي العالم تعرفها. بالعكس هيدا الشيء انا كنت بحبه، بس يمكن لانه ما كنت حطته ضمن اولوياتي، كنت بس اعمل الشيء لاني بحب اعمله، مش لانه بدي فرجه حدا اني عم بعمل. يعني يمكن كنت هالقد كون كثير انه مبسوطه بالشيء وما اتطرق لقصص ثانيه، مع انه غلط. يعني انا لا بقول انه انا اذا فيي كنت صلح هالشغله بصلحها، يعني يكون عندي اداره افضل، واكيد لانه بالنهايه انت التعب اللي بتتعبه انه حلو تحصده اخر طبعا. النهار تنبسط فيه. يعني فانا حدا ضعيف على السوشيال ميديا، وهي بقولها يعني على الهوا، بحاول دائما اعمل مجهود اكثر لحتى بفرجي القصص اللي انا بتعنيني وبتعني الناس، يعني شاركهم فيها. بس بحس انه في مجهود اكثر بينبذل بهالمحلات طبعا، وخلال انه يكون في انجازات اخرى. يعني كمان انا القصص اللي بحب احكي عنها هي اللي بتكون بتضيف لرهف اكثر وبتخليها تشارك مع الناس قصص ومواضيع بتهمهم مش عادية. يكون في اضافه بالمجتمع. ساهمت باقرار قانون منع التدخين بالاماكن المغلقه والعامه بتعاون مع جمعيه حياه حره بلا تدخين. كثره النشاطات بمكان ما قد ايه كمان لها سلبيات خليني اقول؟ يعني الواحد لما كمان بصير عنده هالايماج الكريستاليزي، يعني انه no one is perfect، بس قديش كمان بنفس الوقت يعني مسؤولية، وبنفس الوقت بدك تعرفي تختاري بأي مشروع بدك تفوتي، لأنه كمان ما فيك تلحقي على كل شيء. أكيد أنا مثل ما عملك حملت إذا بدك الثيم اللي هو المواضيع اللي بتهدد حياتنا كشباب، يعني من التدخين للمخدر. أنا التدخين برأيي يعني منه هين أبدا، يعني عم بيموت كتير ناس من وراء التدخين بالسنة بالعالم، والسير وذوي الاحتياجات الخاصة كمان. أنا بقول يعني مجتمع بلا ما تبني له أولاد يعني عم يتمتعوا بصحة منيحة وبحياة منيحة ما بيكبروا وبيقدموا لبلدهم. يعني أنا كنت عم بركز على الطفل دايما كمان بكل القصص اللي كنت عم بشتغل فيها. وبحب أذكر هون أنه تعرفت على اليونيفر الكوري بهالفترة. صحيح، وشاركت بالهارم ريدكشن اللي هي أول مؤتمر بيصير بشرق الأوسط. نعم. على صعيد الاجتماعي مع جمعية SID. صح، SIDC. كانت جمعية أكيد تعنى بتوعية عن مرض الإيدز وكيف نحن لازم نتطرق له ونعالجه بمجتمعنا. نعم. ونطلع بالمدمن كمريض مش كمجرم، لأنه دايما المدمن نحن منحطه بالحبس، لا، نحن بدنا نقول أنه هيدا الإنسان بحاجة لرعاية ليرجع يصير شخص طبعاً طبيعي، لأنه أكيد هو يمكن في صلح اللي عم صحيح يعمله. فأكيد هالمواضيع كلها كانت بتهم الشباب وانطرحت بجرأة كتير كبيرة بوقتها، يعني وكانت النتائج حلوة. على كل حال يعني وين ما حليتك أنت بمكان فعال خليني أقول، بوقت كانوا ملكات الجمال اللي استفادوا من اللقب كانوا أو عم بشقوا طريقهم بالتمثيل دغري أو بتقديم البرامج أو بتوجهات معينة، وكان اسمهم عم يلعب بالوسط خليني أقول أكثر من اسم رهف عبد الله. لحديت ما مؤخرا وكمان بطريقة كتير هيك هادية صورتي أول مسلسل من بطولتك إلى جانب عمار شلق. نعم، هلا قبل ما نطرق للمسلسل، انا سبق وكمان خضت
تجربة التقديم بالإعلام بكذا بروجكت بين هون ومصر ودبي. كمان كنت يعني بنفس الوقت عم بعمل الأعمال الإنسانية on the side، يعني الحياة العملية دايما هي ما لازم تغنيك عن، بس كانت الأعمال الإنسانية هي بالصدارة، هي البريوريتي. خليني أقول رح نحكي عن تجربة التقديم، رح نحكي عن هذا المجال، ورح نحكي عن رهف الممثلة يلي كمان رح نشوف مشاهد حصرية من صمت الحب، كتابة وإخراج ليليان بستاني، وأنت مغنية الجنريك ديبو جنريك فان. مظبوط. رح نحكي بالتفاصيل، رح نتوقف مع بريك. بدي ذكر المشاهدين أنه بكل حلقة عم يبعثوا اسمسات رهف على 10-13-سين-عين أو SO حتى يشتركوا معنا بسؤال عن ضيف يلي بيكون معنا، وبختام الحلقة رح نتصل بشخص مباشرة على الهواء من بعد ما يكونوا اتصلوا وأخذوا برجاء اتصالاتهم تحت الهواء، حتى شخص واحد يربح ليرة ذهب خلال هالشهر الفضيل، كل ليلة ليرة ذهب من نصيب شخص. السؤال يلي عم نترافق فيه الليلة أو السر الصغير يلي رح هيك تجربوا تبعتوا اسمسات ويتصلوا فيكم من الرجي، شو اسم الشخصية يلي رهف عبد الله بتلعب دورها بمسلسل صمت الحب؟ الاحتمال الأول سلوى، الاحتمال الثاني جنى، الثالث لما، نكشف عنه بآخر الحلقة. رح نحكي عن صمت الحب، رح نحكي عن هالتجربة، رح نسمع الأغنية حصريا لسهرة عمر، ولكن اسمحي لنا نتوقف مع فاصل أول بسهرتنا لليلة. منورة ومبسوطين فيك قد الدنيا. أهلا وسهلا فيك من جديد. بريك صغير مشاهدينا ومنتابع سهرتنا مع نجمة الحلقة ليلى، ملكة جمال لبنان والممثلة والراقية دائما رهف عبد الله. خليكم معنا. نرجع مشاهدينا لمتابعة سهرة عمر، نحن وياكم بالليلة الرابعة من سهراتنا مع رهف عبد الله. برحب فيك من جديد رهف، والعاني أخبار لأنه عن جد في كتير أخبار، وأخبار عن نار يعني مثل ما بيقولوا، وخاصة مع قصة المسلسل. ولكن اسمحي لي قبل ما نفوت بتفاصيل صمت الحب رهف، عينتي سفيرة فخرية للكتيبة الكورية العاملة لقوات اليونيفيل، وحتى كمان سافرت معهم ورحت بزيارة، خبريني شوي أكثر عن هالمشروع يلي أخذك على كوريا. نعم، كانت من المحطات اللي كتير بارزة بمسيرتي، وكانت كتير حلوة لأنه قدروا لي عملي الإنساني ومنحوني هذا اللقب العزيز على قلبي اللي سافرت فيه على كوريا ومثلت لبنان وحكيت عن لبنان، وكنا وفد رسمي من لبنان. يعني بدي حييهم كتير لأنه اليونيفيل اليوم هن بس مهمتهم يمكن حماية الخط الأزرق اللي هي الحدود اللبنانية. صح. والكتيبة الكورية الرسالة اللي حاملينها عم تتخطى كتير أبعد من هيك، عم بيساهموا بتطوير الحياة الاجتماعية بلبنان من خلال مساعدة الطفل بالمدارس، بمنحون غرف مجهزة بأحدث التقنيات. هل رجعت بمساعدات كمان من نعم. من هونيك ما رجعت ايديك فاضيين؟ نعم، انا كمان هون حاولت ادمجهم اكثر بلبنان وحسسهم انه هو مثل ما انتم يمكن عم تساعدوا بجنوب بمنطقه سور، كمان بساعدوا ببيروت، كمان ساعدوا بالشمال، كمان ساعدوا بالبقاع بكل المناطق. فكانت مهمتي هالصله الوصل بين هالدوله اللبنانيه واليونيفيل الكوري بهيدي السنه، والحمد لله هن كثير عم يعطوا من قلبهم، ويعني بهنيهم على هالمهمه النبيله اللي هن موجودين فيها هون بلبنان، خصوصا انه عم يرصدوا ميزانيه من الدوله الكوريه لمساعده الدوله اللبنانيه، حتى الجيش كمان يعني عم بيقدموا قصص للجيش اللبناني. ف كان 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 لقب كثير مهم بالنسبه لي وسافرت فيه يعني على هذا كوريا. اللقب يلي حصلت عليه رح يدوم على فتره معينه، شو المسؤوليه يلي فعليا رح تكون مرافقتك اكثر من يعني هذا يمكن مشروع من المشاريع؟ نعم. يلي رح تنفذ برعايتك ومساعدتك كمان. نعم، لخبرك شوي عن الكتيبه الكوريه، هن كل 5 سنين ببدلوا قائد كتيبه، وبصير في تغيير طبعا للقوات وللجنود. فانا بهالسنه تعرفت على قائد الكتيبه اللي منحني هيدا اللقب، ومن بعدها خلصت مهمته. هلا انا اكيد بقيت على تواصل معهم طبعا، بس بيكون كل شخص جديد عنده اجنده جديده مطلوب يشتغل فيها، وانا بحاول دائما من وقت للتاني انه شارك معهم بنشاطات على قد ما بقدر بمنطقه سور. اكيد، يعني يعطيك الف عافيه فريمون. باي مكان بتكوني فيه بتكون اضافه بالعمل يلي عم بتقومي فيه، ان كان على صعيد الانساني
وعلى الصعيد الفني. خبريني صمت الحب، المسلسل يلي هم كتابة وإخراج ليليان بستاني، إنتاج أفكار متانوس أبي حاتم، بوجه لهم تحية كتير كبيرة. كيف لصار اللقاء والكونتاكت لحتى فت بهالمشروع؟ التمثيل كنت دائما انسال عنه بالمقابلات، قول انه ما بعرف، قول انه شيء بعيد عني، ما يعني ما كنت كثير مردده انه خوضها لهذه التجربه، خصوصا انه يمكن انا بحس انه ما بحب كون زياده عدد بمحل، يعني اذا هي شخص يمكن ايمن فيي وحط فيي يمكن امل على انه انا بدي اعطي يمكن يشجعني، وهيك صارت. يعني شافوا بوتنشل معين، وانا بعرف يعني بالتفاصيل عن شو عم نحكي. لما اجتمعتوا، لما عملت الكاستينج، بدي اعرف انت ردت فعلك، يعني حسيتي فكرتي بالموضوع، ترددتي قبل ما تقولي؟ كثير ترددت لاكتمل النص والاشخاص. يعني اليوم انا اكيد بهمني كثير كون مرتاحه مع الناس اللي عم بشتغل معهم، خصوصا اذا انا هذه تجربه يمكن انا يعني بعدها جديده علي، ومهنة التمثيل مهنة صعبة، يعني عندها تكنيك وعندها قصص معينة، فبدك تعرف انت انه الناس اللي حواليك هن يمكن عن جد رح يدعموك ورح يساعدوك ورح يخلوك توصل للمحل اللي انت بدك اياه. فانسجمنا والنص اكتمل، واكيد بقول له هاي للممثل والفنان عمار شلق، عم بحضره بورد جوري، كثير حلو المسلسل طبعا. بس انطرح الاسم انا كثير تشجعت اكثر، لانه بسمع عنه لعمار قديش انسان متواضع وقديش انسان صحيح. بيدعم الشخص يعني، وبيخليه يكون عم بشجعه، فهذا الشيء شجعني اكثر لخوض التجربة. وده كمان كان في صعوبه قدام عمار هالمخضرم طبعاً. الممثل يلي النجم يلي عارف شو عم يعمل، ومش هينه الواحد يوقف قدام شخص ملعبه. انت ما كان ملعبك، كيف هيك قويتي حالك؟ شو عملتي؟ شو السيكرت انجريدينت يلي حطيتي حالك فيه انه لا انا قادرة أعمل شخصية؟ على الحال أفصحت فيها على السوشيال ميديا، يعني كتير هينة ليعرفوا الجواب المشاهدين كمان. إذا بتفوتوا لعند رهف على السوشيال ميديا على إنستغرام يلي هو رهف عبدالله أوفيشل، بتفوتوا لعندها هيك فينا نساعدكم شوي لتلاقوا الجواب الصحيح، وعملوا لها فولو كمان ما تنسوا. ثانك يو. ليك كنت دايما أقوله لعمار أنه لحظة اللي بتكون أنت موجود على السات، أنه أنا بالنسبة لإلي بعطي بلا ما أحس، لانه اكتشفت انه التمثيل هو اكشن ورياكشن. يعني انا كيف اليوم بالحياه الطبيعيه صادفت حدا على الطريق عم بحكي معه او عم بساله شيء، اذا الشخص كان اللي عم بساله هيك بارد وما اعطاني رده فعل، طب ما انا كمان يمكن ما مزبوط، ما في رياكشن. هيك اكتشفت التمثيل، يعني اكتشفته انه يعني في مشهد بتذكر عمار كثير هيك مثل صرخ، او انا كنت يعني بوجهه ما كنت متوقع بده يعمل هيك شيء. طب لحظه ما تتذكري وما كثير تشغلي ذاكرتك، لانه شركه افكار للانتاج خصونا بمشاهد حصريه لسهره عمر، اكيد مشكورين مع حفظ الالقاب متانيوس ابي حاتم المنتج والمخرجه والمنتجه والكاتبه ليليان بستاني، خصونا بسهره عمر بلقطات حصريه. ومش بس هيك، بجينيريك فان، لانه اللي بيبين صمت الحب كمان انه في معمول له جينيريك ديبو مع بارول، وجينيريك فان مع بارول مع خليل ابو عبيد الفنان يلي بنوجه له تحيه أكيد كبيره، وشغل الموسيقى التصويريه كمان تبع المسلسل كله. فخصونا بالجينيريك فان، الاغنيه يلي من بصوتك، رح نحكي عن هذا الموضوع، هذا الموضوع بحد ذاته كمان يعني مفاجآت عديده برهف عبد الله بالموضوع الفني. رح نشوف اللقطات الحصريه لنا ونرجع هيك نعلق ونحكي عنهم، لقطات تجمعك بنجم عمار شلق بمسلسل صمت الحب. رهف عبد الله منتابع. خاص سهرة عمر. يا مغفي بعين الدمعات وعينك. خاص سهرة عمر. عم تسأل الوردات وعينك، يا مغفي بعين الدمعات وعينك. خاص
Amazing. جنريك فان يا غايب يلي هو كلمات وألحان خليل أبو عبيد. عكس جنريك دبيو يلي هو كلمات طانوس أبي حاتم وألحان خليل عبيد. يعني ما شفنا حوار هيك لأن نتحمس أكتر للمسلسل أقل له. خبريني رح نحكي تمثيل برجع بحكي غنى. روعة. روعة. خبريني عن هالمشاهد عن هالكيمستري يلي عم نشوفها على شاشة بين رهف وعمار وكل الكاست على كل حال. ليك الحمد لله بقول انه عطيت من قلبي وكنت كثير طبيعيه وحتى يعني اللحظات اللي كنت انا خايفه منها يمكن عطيت فيها اكثر واكثر. يعني هيدا النتيجه اللي بشوفها هيك بنبسط بقول انه عن جد يمكن بثلاث اشهر خلصنا شغل كثير حلو وعملت شيء يمكن انا بضيفه على انجازاتي. كنت فخوره بنهايه العمل يعني قلتي انه انا منيح اللي اخذت هذا القرار ما ندمت عليه. ابدا لا ابدا اكيد انا اصلا ما بحياتي بندم على شيء بعمله بحياتي بس بالعكس بس خلصت وكان عندي هيك شويه اذا بدك توتر وخوف هيك من النتيجه كيف بدك اي مشاهد كان في توتر اكثر اي نوع مشاهد اي نوع مشاهد هلا يلي فيهم غضب يلي فيهم حميميه يلي فيهم حزن اكثر شيء كنت يعني شوي عتلاني هم انه اكون كنت حقيقيه فيه واديته بشكل صح يعني لانه كنت دائما حط براسي فكره انه اذا ما كنت طبيعيه ما بيطلع شيء حلو كنت دائما ركز كان عندك هاجس على هذا الموضوع كنت ركز دائما على هذا الشيء صح فكرمال هيك جربت قد ما فيه يكون طبيعيه ويكون مثل ما انا يعني وحتى هيك اتفاعل مع كل الاشخاص. باي مرحله من التصوير حسيت حالك انه انت خلص صرت ملكتيه للعبه يعني تروحي على سات مرتاحه حافظه السكريبت تبعك عامله دوفارك بعد قد ايه فتره؟ ليك فيك تقول ثاني جمعه يعني عن جد حسيت باللي انت عم تقوله انه مع الوقت تمكنت اكثر وصرت يمكن اعرف شو لازم اعمل وشو احضر قبل يعني اكيد وتعودت عليها لهيدا الشغله. الجنريك يلي عم نسمعه يعني يا غايب بالجنريك شاره المسلسل الختاميه ومتلومني يلي هو اشاره البدايه اثنيناتهم ديو انت وخليل ابو عبيد. الغناء من وين طلع هذا الموضوع؟ من وين اجى موضوع الغناء؟ هلا انا بحب غني من انا وصغيره وقت ربحت لقب ملكة جمال لبنان استضافوني بكذا مقابلة ونعرف هذا الشيء وغنيت على الهوى فبفترة تحضير يعني غنيتي لهم على الهوى لايف يعني نحن بده يطلع لنا حصة لايف صفلة دبري راسك طب اللي بدك ما رح تهربي مني بهذا الموضوع تكرم عينك واللي بدك فليك وقتها كنا عم نحكي بهذا الموضوع يمكن ارتقوا الكل انه إضافة للعمل إذا كانت هالاغنيه بصوت البطله لانه بالنهايه هي اللي عم تحكي القصه صحيح وهيك صارت يعني القصه سوبر حلوه عن جد هيك يعني هنت صغير خبرينا هنت هيك سوبر صغير عن الستوري تبعك حلوه يعني لايت رومانس بيتخللوا حزن بيتخللوا فرح بيتخللوا سسبنس كثير يعني العالم بكره رح تحضر وتشوف قديش هالشخصيه اللي انا عم بلعبها رح تتطور مع أحداث المسلسل بشكل كتير كبير ورح يشوفوا يعني قصص يمكن هيك إنه ما يتوقعوها. رهف قد ايه يعني خطوة التمثيل كانت فجأة والغناء فجأة قد ايه هيك فكرت بالموضوع إنه أنا عم بعمل خطوتين بالعالم الفني بدون يعملوا شوك أنا يلي كنت دائما لو بروفايل بعملي بعمل دوفواري هيك بطريقة متحفظة بطريقة هيك صامتة ولكن بجدية وبعرواء هالمرة لا ولعتيها على الآخر يعني طالعة بمسلسل بطولتك والأغاني اثنيناتهم بصوتك عم تقولي لهم تبعوا على حالكم ما راح نسميهم انا هون ليك ان شاء الله انا بقول انه يلاقي اصداء حلوه وهيك ناخذ حقنا وهالتعب اللي تعبناه بهالكم شهر وبقول يمكن انا ما كان هدفي مثل ما انت عم تقول انه انا هيك فوت انه بطريقه بس لاخطف الاضواء لا بالعكس يمكن انا كنت عم فكر كعمل متكامل انه انا يمكن اذا بحط صوتي هون خصوصا انه كنت رح اقول اسم الشخصيه واعطيهم الجواب هنت ثاني معلش الشخصيه اللي بلعبها هي بتكون بتعلم موسيقى لاولاد بالمدرسه نعم فكمان اكتملت الفكره يعني اعتبرت انا انه اليوم يمكن حيكون في اقناع اكثر للمشاهد خصوصا انه انا بحب غني كمان صحيح. ما عم بعمل شيء بعيد عني وصوتك سوبر حلو
Thank you so much. يعني سمعني بالتسجيل بدي أسمعه باللايف. أديته بطريقة هيك. البلدار وين؟ أنا حضرته قبل الهوا حدك. شو بدنا نسمع شيء؟ اللي بدك إيه؟ ما بعرف أنت شو عبالك؟ أي هيك أي أغنية أنت بترتاحي تغنيها لما بتغنيها هيك تنبسطي؟ ما بعرف. ليك بتعرفي كثير اغاني بحبها بس ما في شيء على راسي. هلا بنعرف عنك انه كثير بتحبي النجمه اليسا، بتحبي اغانيها الرومانس تبعهم، بس كمان ما في معيار لانه الواحد حسب هو شو حافظ كمان. ساعدني شوي، شو عبالك انت؟ ما بعرف انه ما في كثير شيء على راسي. ما بعرف هيك شو شيء غنيه. شو غنيه بتحبها انت؟ ذكرني شي رايق مثلا. ما بعرف فيروزيات، ما بعرف، ما عليه، بنستأذن من نسم علينا الهوى مثلا، او مش حافظتيها؟ فينا بلا حافظتها. هي بتبلش مع الميكرو حتى لو جمله صغيره. لا في غنيه للبنان بحبها. ايا اغنيه وطنيه؟ ايه لفيروز، لست فيروز. بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، تتلج الدنيا بتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك. ما كثير عم بتذكرهم، ما بعرف يمكن حقضي الحلقه عم بتذكرهم. بتعرفوا هيدا الواحد لما يوقع بموقع إيه التروك بصير محتار شو بده يعمل. بتعرفي رح اتركك على سجيتك بس تطلع عبالك تغني، بناخذ الميكرو وبنغني، شو أوكي. رايك؟ تمام هيك لنكون مرتاحين فلكسبل اكثر. الواحد لما يكون رهف بموقع وخاصة هلا يعني في خطوة جديدة أنت قادمة عليها تجاه الصحافة، تجاه الناس، تجاه العالم، وفاينلي إن كان الفنان أو إن كان الواحد اللي بيكون بموقع مسؤولية إنسانية بيكون عم يشتغل تجاه مسؤولية اجتماعية بمطرح من المطارح. اليوم قديها المواضيع كلها رهف قادرة تكون عم تعمل بالانس فيها وتكون عم بتنبش يمكن على دور كمان يخدم أكيد. كل الـ خليني اقول البلان يلي كانت عم بتحضر له ان كان من مخططات سابقه يعني مع جمعيات بمنع التدخين بالسير. انت عم تقرا لي افكاري؟ انا عم حاول لانه عن جد يعني بحس انه الهدف يمكن اني وصل من خلال دور تمثيلي رسالة حلوة، لأنه أنا هيك بشوف حالي، بشوف حالي بهذا الخط بالتمثيل، بشوف حالي شخص يمكن مثل ما عم تقول يكون في هدف من وراء الشخصية. إيه مثل أنه أنت اليوم كأنك عم تعمل شيء لمجتمعك بس خلال الدراما اللي هي كتير محظورة واللي هو عم تفوت على كل بيت. صحيح. فأنا بلاقيها بالعكس وسيلة ذكية، هو دور الأساسي للدراما على كل حال، تعكس المجتمع ومشاكله والأشياء. نعم. اللي بدنا نصلحها ونحققها. إيه. مش انه يكون المشاهد عارف مسبقا شو حيصير بالقصة، بتابعي دراما، بتابعي. إيه. يعني مين يعني ذكرت انه عم تحضري ورد جوري اليوم يلي صح. هو بطولة نادين الراسي، كارمن لبوس، مع حفظ الالقاب للكل، كلهم نجمات بمجالهم، اكيد كمان عمار شلق، رولا حميدي، يعني في عدد كبير من الاشخاص مشاركين فيه. نعم حضرت كم حلقة منه، عمل حلو يعني بشدك له، وعم بحضر كمان الهيبة. أنا نادين نجيم بحب تابع لها كل أعمالها، بحس بعدين أنه عم بيصير في مستوى راقي كتير بالدراما بهذا الموضوع طبعاً. يعني حتى الإنتاج والقصة عم بيكون كتير في قصص مبتكرة جديدة، فهو اللي العملين عم تابعون أكتر شيء. بتقولي هلأ واحد من الأدوار يا ريت دور نادين لقلب الكاركتر يلي عم تلعبه المرأة يلي بترجع من كندا وبتكون هيك مكسوفة ومكسورة جاية تدفن زوجها وبتتعرف على جبل يلي بيلعب دوره تيم حسن نجم السوري العربي وبتكمل القصة ممنع أحداثها. ولا مرة قلت يا ريتني محل حدا، بالعكس اليوم كل شخص هو يعني عم بيعبي محله. وبوجه لها تحية لنادين، أنا بحبها كتير وبتابعها طبعاً، بس ولكن الكاركتر يعني الواحد بيقول أنا عبالي ألعب القصة كتير حلوة، أكيد القصة حلوة وجديدة وفيها تشالنج يعني كمان، بس بحس أنا بدها تمرس أكبر. يعني اليوم أنت يمكن لتقدر تفوت بقصص معقدة والشخصيات مركبة بدك تكون شخص يمكن اشتغل على حاله أكثر من مرة لقدر يعمل هذا الشيء. أنا بآمن أنه الإنسان بيطلع شوي شوي درجة. على الشغل. مين من الممثلين الشباب بتحبي توقف قباله المرة المقبلة غير عمار شلق وتشاركي البطولة وتشاركي قصة مسلسل سوا؟ ليك أنه
ولا مره فكرت فيها، بس انا بتابع يوسف الخال بحبه كثير كيف بيقدم كيف بيعطي بتمثيله. يوسف عنده ادهم بيك كمان هلا منبارك له وكل الناس كمان عم بتتابع على كل حال. وفي كمان اكيد يعني ممثلين كتار، يعني مثلا كمان ممثل تيم حسن شخص راقي كثير بتمثيله. في اسامي كثير بس انا بشوف حالي عم بحضرهم، يعني بعدني ما كثير عم بقدر. بعدك بمود انه انا عم تبقى انا مشاهد. ايه عرفت كيف؟ انه ما بفكر بفكره انه رهف المشاهد مش الممثله اللي عم بتخطط. بعد المسلسل رح نشوفه قريبا ان الله راد، بعد في مباحثات لطرحه ان شاء الله بعد كمان. شهر رمضان المبارك بالخريف ان الله راد، بس بعد ما بعرف وين، يعني اكيد رح يعلن عن هذا الموضوع بوقت اكيد بوقته والاعلان على اي شاشه أكيد. وكل التفاصيل يلي رح نشوفها. وهلا في تفصيل شفناه وعم نتعود عليه ببرنامجنا مع المشاهدين، غمزت الاضاءه من ولعاني اخبار. انا وياك رهف على ولعاني بالزمن، تفضلي. هيدا نقلنا على سات مرتاحة أكثر. ايه تمام جريت. على الستولز هيك قاعدين برواق. نرجع بالوقت لورا بالزمانات، العقارب الساعة اللي بتاخذنا أوقات لمراحل من حياتنا، لطفولة، لا هيك إذا بدي أرجع لأول مرحلة الواحد بتطبع حياته كلها اللي هي مرحلة الطفولة، شو أول صورة عندك إياها ببالك لما تتذكري رهف البنت الصغيرة، شو الصورة اللي براسك بهالموضوع؟ الصورة اللي براسي أو يمكن خبرية أو يمكن أشخاص، ناس، أغنية، ما بعرف، شو أول شيء بيجي بيتبادر لذهنك؟ ليك بتذكر شارع الحمرة، بتذكره لأنه يمكن هيك طفولتي كلها كانت فيه، وحتى لهلأ بعدني بروح بشوف محلات معينة تغيرت، بس هيك بلاقي أنه في عندك ذكريات هونيك. وبتذكر كمان جدي وستي الله يرحمهم اللي كانوا عايشين معنا. كنت تتشيطنت عزبين كثير؟ انا كنت حبيبة ستي وشقية انت وصغيرة. كنت بس اعمل شيء اتخبى وراها وهي ماما بقى بس تسكر خلص تقول ما حدا بيقرب على رهف، تاخذ رهف خط مجد ازرق مثل اليونيفل يعني خط ازرق 100%. الله يرحمهم عن جد كانوا هيك بركة بالبيت. بتحس انه لها معنى تاني طفوله وقت يكونوا هن موجودين لانه بغنجوك زياده عن اللزوم، يعني بيقولوا دائما اعز من الولد هو ولد الولد، هيك بخبروها، فهي عن جد بتحسها لانه بتصير انت الشخص اللي مغنج عند ستك وجدك. واكيد بتذكر انه كنت حدا كثير يعمل مقالب وهيك شيطان شوي. يعني هذه الشيطنه اللي عم تحكي عنها شو حملتي منها لهلا للعمر الكبير رهف؟ يعني بعد في بداخلك بنت شقيه مع كل هالكلاسينس والهدوء والناتشرال بيوتي اللي عندك؟ ليك ما بقول انه بقول في بداخلي طفل اكيد وكثير بحب هذا الشيء، وبقول انه ان شاء الله يضل يعني موجود، لانه قد ما نضج الانسان وتعلم من تجارب وهيك اختبر القصص من 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 يعني نظرة تانية، حلو يضل في طفله الطفل جواته. صحيح. لأنه هذا الشيء بخليك أنت يمكن هيك دايما ترجع للكاركتر تبعك. يعني اليوم إذا الإنسان ما يعني كان بيشبه حاله بضيع الايدنتيتي تبعه، فهيدي الشغله كثير حلوه. صحيح. رهف عبد الله بنت الخيام يلي كمان طفولتها كانت بعيلة بمكان ما كمان خلينا نقول محافظ بحكم نحن بلبنان، ما بدنا ننسى وقعنا لأنه نحن أوقات منتنسى أنه نحن بوطن عربي ونحن بلبنان ومناخد موضة من الغرب وبصير بدنا نطبقها هون ومنمشي فيها. رهف بنت الخيام لما حصلت على لقب ملكة جمال لبنان، أول شيء الخطوة بحد ذاتها، قدي هيك كانت موضع تساؤل بينك وبين حالك بهذا الموضوع، وقدي كمان كان فخر بنفس الوقت وعرفت استغليتيها لحتى هيك تستغل هذا الموضوع وتقولي لمحيط بيئتك اللي هي محافظة ومنوجه لهم تحية على هالتحفظ يلي لأنه اليوم صارت عملة نادرة على كل حال بمجتمع صار كل شيء مستباح فيه،
انه انا قادره اكون بهيك موقع وقادره بنفس الوقت احمل مسؤوليه. اكيد اكيد. انا اليوم مثل على انه المبادئ والقيم بتجي حد الشهره، يعني بالعكس انا بوجه تحيه لهالضيات اللي دعموني كثير بس عرفوا ان انا بالفاينلست بمس لبنان وكانوا مفكرين في تصويت عملوا لي حمله على الويب سايت، بالعكس يعني دعموني وشجعوني للاخر وكانت شغله كثير حلوه يعني ان يكون اول مسلمه بتربح هذا اللقب. صحيح. وانا هيدي بعتز فيها كثير بس ما بحب احكي فيها لانه نحن لبنانيه باخر النهار، يعني انا كنت يمكن وقت سافرت على ميس يونيفرس بتحس حالك طائفيه اذا بتحكي بهذا الموضوع بتخطي الحاجز الوطني. بوقتها سافرت على ميس يونيفرس وميس وورلد استغربت انه كيف هالبلاد بيعرفوا هالشغله عنا، انه نحن انه هيدي منا مخفيه عنا القصه. يعني بتذكر مس ماليزيا قالت لي يو ار ذا فيرست مسلم هو ان مس لبنان، قلت لها انا قولي لها انا مش مارق الموضوع. قلت لها انه نحن اول يعني اول بيبل ذي ابلاي تو ذس، يعني هي مش بس محصورة بحدا معين. يعني استغربت انا كيف بتعرف هي هيدي الشغله، يعني عرفت وحاولت انه اقول لها انه لا انه نحن الكل بيقدم وهيك، بالعكس انه انا هيدا بالنسبه لي كانت يمكن شغله حلوه اني يمكن بالتاريخ صارت معي لاول مره انا، فهيدي الشغله بحب انا بالعكس شجع غيري على انه يخوضها لانه تجربه اكثر من رائعه واكيد بتخلي البنت يمكن تنضج بفتره كثير قصيره من خلال هالسفرات اللي بتسافرهم ومن خلال هالقصص اللي بتختبرها ببلدها وكيف بتكون فعلا بمجتمعها، فاي حدا في يقدم عليها. اذا بدي احكي على صعيد الشخصي رهف، مع تفاعلك انت مع اللقب مع حياتك الخاصه كمان، لانه حكينا عن الجانب العملي ولكن لما عقارب الساعه بنرجع فيها لورا الحياة سريعة، يعني الواحد بيلتهي أوقات بأشياء مفصلية بحياته بتصير ولكن بيتناسى حياته الخاصة والشخصية. رح شوف هيدي المرحلة كيف تعاملتي معها ببارالال مع مس لبنان ومع كل ما حصل من بعدها كمان، لأنه يعني شئنا أم أبينا هيدي مرحلة مفصلية بحياة رهف عبد الله قدرت تغير، شو كانوا إيجابيات شو كانوا السلبيات. رح ناخد بريك أوكي. ونرجع نتابع معك رهف. مشاهدينا بذكركم أنه تبعتوا SMS على 10-13-90 أو SO، وعلى كل حال البرومو عم تمرق كل نهار على الهواء، يعني فيكم تبعتوا على مدار النهار وكل ما بعتوا أكثر كل ما اسمكم بيّن عنا أكثر وقدرتوا أنكم تحصلوا على فرصة يتصل فيكم الرجيم من عنا يعطيكم فرصة تعطوا جواب. وبختام الحلقة من كل ليلة رح نتصل بشخص واحد حتى يربح معنا ليرة ذهب. رهف أنا وياك رح نفوت على بريك ونرجع نتابع سهرتنا بسهرة عمر. مشاهدينا خليكم معنا سهرانين. نرجع لمتابعة سهرتنا مشاهدينا، نحن وياكم سهرة عمر بالحلقة الرابعة مع نجمة هالحلقة رهف عبد الله. يعني ما عم بعرف إذا بدي أقول ممثلة أو بعد مش معودين على اللقب. أنت يعني لا بعد صراحة ما كتير تعودت. بتعرف اليوم أنه جزء من العمل هو أصداء العمل عند الناس قديش رح يلقى اعجاب وهيك، فانا رهانه على هذا الموضوع بعده ولا زال، يعني بعتقد انا لتكمل بركي فرحتي هيك وانه انا تعبت بهالعمل انه العالم تحبه كمان اكيد بس ينعرض هيك تكمل الصوره. صح. كليا صح. صار فينا نسمع شيء في اغنيه غنيتيها بالمسلسل. طيب يلا خلص مش رح زعلك. بدنا نسمع شيء لانه عم بيطالبوا على السوشيال ميديا. انا ما خصني انا أوكي. انا بريء. طيب أمرا يا أمرا قول مقطع صغير لنا على الشجرة. ما بعرف اذا ماشي الشجرة ماشي انت ماشي؟ بس غني ودغري. أمرا يا أمرا لا تطلعي على الشجرة والشجرة عالي وانتي بعدك صغيرة يا قمرة والشجرة عالي
بتمشي حافي وفستانك جديد بتصيري تتجرحي وبيصير بدك تسطحي نشفتي حالك مغيرة حبيبك يا أمارة أمارة يا أمارة لا تطلعي عالشجرة والشجرة عالي وانتي بعدك صغيرة يا أمارة. ما فينا نقول غير هيك. أي متى بلش موضوع الغناء؟ بأي عمر هيك حسيت أنه أنت بيستهويك الغناء؟ في أغنيات كنت تحبيهم تفكري؟ أنا وصغيرة كتير كنت بس أسمع غنية أحفظها. في أغنيات معينة بتذكريهم؟ أحفظها وصير قلد الفنان كيف بغني. يعني بتقلدي؟ أنه قلده كيف يعني صيب اللحن. بس بعدك بتقلدي لا مش قلد الأصوات. أنا عم بحاول وقت لشوف إذا في جانب كوميدي عند رهف. فهمتني غلط. يعني شفنا قلد بأنه التأدية. شفنا يعني دور دراما عم سمسرلك لدور كوميدي هلا. لا مش تقليد. نو بتحسي بعيد عن شخصيتك هذا الموضوع كوميدي؟ لا بتعرف يمكن حب هيك شيء لأنه أنا شخص مرح بحياته. يعني يمكن أكيد إذا حط هيك بقالب يعني كنت حدا يقلد المعلمات مثلاً أنت وصغيرة؟ كنت حدا عنده هالميل يعني هيك قلد المعلمات؟ لا كنت أعمل مقالب أكتر. مقالب مثل شو؟ مقالب مثل القصص اللي هيك مثلاً كنا نجيب قصص على الصف ونصير نعمل أصوات مزعجة ويعني نكون مثلاً كنت مشاغبة بالمدرسة لأنه أنا كنت حصة الفرنسية تزعجني دايماً. نحنا كانوا يعطونا مرة بالأسبوع فرنش وما كنت حبها وما كان حدا اكتشلي حبها يعني بالمدرسة فكنا مش مطايقين أنه أمتى بدنا نخلص منها فنقعد نحرتق عليها لحتى هي تهشل آخر شيء تفل آخر شيء المعطرة تفل قد ما بقى بدي وتروح. كنت حدا شاطر بالمدرسة رهف أو كنت حدا يتبع هيدا مقولة أنه مهم ننجح؟ لا كنت أعمل اللي علي إيه يعني المطلوب أعمله ولا مرة هيك بالعكس حسيت أنه عندي مشكلة بالشيء. لا بالعكس. إذا بدي أرجع شوي يعني من بعد مرحلة المدرسة والدراسة الجامعية كمان لما الواحد يختار مهنة بده يكمل فيها أدي اليوم هيك رهف لما تطلع بحالك بتحس الخيارات اللي عملتيها من دراستك بالجامعة من دخولك على مس لبنان من مؤخرا كمان بعالم التمثيل يعني هالخيارات اللي تتالت كانت بمحلها؟ إيه الحمد لله. يمكن أنا شخص كمان ما اندفع بطريقة عمياء على الأمور بالعكس لأنه حب أعملها. يعني إذا بدي بلش لك هون أنا درست إدارة الأعمال طبعا واشتغلت بالإيفنت مانجمنت بفترة معينة ولازلت بحبها لهيدا الشغلة. بس أكيد وقت احترفت الإعلام تعلقت فيه أكتر لأنه شخص كتير قريب من الناس وبحب كتير دايما يكون عم يحكي مع الأشخاص بمواضيع وهذا الشيء اللي التمسته بفورمات البرامج اللي بتستضيف ضيوف بتحكي معهم بعدة مواضيع معينة. حبيت أني أنا أكون هالشخص اللي هالقد عم بيسأل الأسئلة ويعرف لأنه أنا يمكن عندي هالحشرية اللي بتدفعني دايماً بحب الأسئلة للأشخاص يعني اليوم بتساعدني. اليوم بتقييمك لتجربة تقديم البرامج كيف هيك على 10 قد بتحطي أنت لحالك؟ ليك مني بموقع حتى على حالي انه انت ساتسفاكشن بينك وبين حالك. ام ساتسفايد اكيد لانه المجهود اللي عم ببذله هو بالمحل الصح بس اكيد بقول يمكن الفرصه المناسبه بعد ما اجت لرهف لحتى تعطي اللي عندها. يمكن كنت عم بعمل برامج لايت اكثر انا بشوف حالي بقالب اجتماعي بقالب في مواضيع يمكن مهمه عم بتكون عم تهمنا نحن كاشخاص عم نحضرها بحس بهذا الرينج بيجي مش الترفيهي اكثر. بس اللي ركزت عليه هلا هو الفريلانسنج مع شركات الانتاج يعني يكون في بروجكت اذا كنت مقتنعه فيه طبعاً بتكملي طبعاً فيه. إذا بدنا نبرم كمان عقارب الساعة بعد مرة رهف وما في ما أتوقف كمان عند موضوع ملكة جمال لبنان أنت كنت من أكثر الملكات اللي انظلموا بهال أبداً أو لا بالعكس أنا بوجه تحية للمؤسسة اللبنانية للإرسال بالرغم من الأوضاع السياسية اللي كمان كانت سائدة بفترتها ليك هلأ هذا الموضوع أنا ما بعتبر انظلمت فيه بالعكس لأنه أنا تخطيته
وقلت لا انا بدي اشتغل على الشق الانساني. بس اللي كنت عم حاول اقوله انه بوجه تحيه للال بي سي اي، لانه انا من الملكات القليل اللي نعمل لهم فيديو كليب اثناء تسليمهم التاج، نحكى فيه عن صفاتي. يعني بالعكس انا شخص كثير كان في اكسبوجر عليه، وهي واجبات اي محطه تكون عم تروج للاشخاص اللي عم يطلعوا من لا بهذا الموضوع ابدا ما بحس انظلمت، وهذا معروفين فيه بلبنان. يعني ما حدا بيقصر، يعني هون عن جد الاعلام اللبناني مكتوب مرئي او مسموع، كل شخص بيامنوا فيه او كل شخص بيكون هو هيك نتاج بينبسطوا فيه، مثل ملكة جمال لبنان وغيرها من المسابقات ما بيقصروا فعلا. هيدي بنشهد لها خليني اقول الاعلام اللبناني بمحله رهف. اليوم بالوقت اذا هيك فينا نبرم العقارب ونرجع لمرحله معينه من حياتك، نوقف الزمن هنيك، تقولي يا ريت في ارجع لهيدا المكان، لهيدا اللحظه، لهالمومنت، لهالشخص يلي كان معي، لرفيقتي، لاسم معين، لوين بتروحي؟ وين بتاخدينا؟ سؤال حلو كتير. وين منروح نحن وياك؟ مشوار منروح عند شخص، مندق باب البيت منقول له مرحبا نحن راجعين لعندكم، مين؟ او يمكن علاقه انتهت، رفيقه بطلت تعرفي شيء عنا. ليك بتعرف لحظة اللي شفت الفرح بعيون أهلي أنا وعلى المسرح، هيد اللحظة عم تحكي عن ليلة تتويج؟ ايه عنيتلي كتير، لأنه يمكن بلحظتها كنت شخص أنا طلع من حاله، شخص بيض وجه أهله، بتحسي كفأتيهم؟ يعني لأنه كنت أعطيتيهم حقهم بمكان، كنت كتير خجولة وكنت خايفة من أنه ما حقدر أحكي على المسرح. أما عملت العكس، يعني اللي صار هو اني طلعت من حالي، حسيت انه عن جد انا كرمالهم عملت هيدا الشيء، وهذا الشعور كثير حلو، كثير حلو، لانه بتشوف هيدي الفرحه بعيونهم بلحظتها. وبحب اقول له هاي لخيي اذا عم يحضرني من دبي، هو كان السبب ورا كل هيدي القصه، لانه كان مآمن فيي ويضل يدعمني ويشجعني ويقول لي انت بدك توصلي. انا اقول له يا عمي شو هالمسحه هيدي وما قال جلادي. بلحظتها فكرت قديش الإنسان اليوم إذا شخص آمن فيه بيوصله لشيء معين وهو ما بده، يعني أنا بقيت لآخر دقيقة ما بدي، ويمكن هيدا الشيء اللي خلاني يكون هالقد هيك ريلاكست ومني كتير إنه أخدتها ككومبيتيشن. فهيدا اللحظة كانت كتير حلوة. إذا بدي أعمل باراليليزم، يعني حكيت عن علاقتك بخيك رهف، إذا بدي أرجع على البيت، يعني دائما لما نكون برا الإخوة بيكونوا شيء وبالبيت بيكون فيها العلاقة القريبة أكثر، كيف هيك بتوصفي علاقتك بخيك؟ صديق أو بتحسي بي تاني؟ أكيد عم صديق. ليك حتى بقول له هاي لبابا، بابا كل عمره معنا كان كمان صديق، مع انه المؤسسه العسكريه ما خلته، يعني ما خلته يكون قاسي علينا، كان يشلح يعني بدلته ويفوت هالبي اللي بتنزل دمعته عند اول حدث بيصير مع اولاده. يعني كان في كم عاطفه كثير كبير من هذا الموضوع. وخيي اكيد صديق، خيي مش بس صديق، خيي مع العمر اللي انا صرت فيه هلا ما بتذكر انه وجه كلمه لالي او لاخواتي يعني غلط، كان دائما اي شيء يصير يحتوينا، يحكي معنا، صديق كان كل الوقت. وحتى لدرجه انه يعني ما يخلينا يمكن انه نحس انه هو يمكن انه شاب وبيظهر وين ما كان ونحن ما فينا، لا بالعكس كان انه نرافقه، دائما يكون حريص انه نحن مبسوطين، يتذكرنا بالقصص الحلوه، وهيدي العلاقه موجوده بين كل اخواتي بالبيت. واو، يعني قد ايه هذا جو البيت يلي بيعكس اوقات بمكان ما كمان، الواحد هالقد يكون مرتاح بمجتمعه، بمحيطه، بشغله كمان. لما نرجع لورا، الصداقه اوقات لها مكان كثير كبير بحياتنا، في ناس يمكن بتكون مرحليه تنتهي صلاحيتهم ولكن بيكونوا بلحظتها سند كتير كبير، وفي ناس بنحملهم معنا لطول العمر. رهف، الصداقة عندك، الأصدقاء يلي حملتيهم معك من الطفولة، من المراهقة، من أيام الجامعة، في ناس استمرت أو لا؟ في ناس يمكن كانت مرحلية بحياتك، أي نوع صداقة استمر معك أكثر؟ في ناس مرحلية كانت بحياتي طبعا، يمكن أنا بحس أنه الصداقة بتنشأ أوقات مع الظروف، يعني اليوم أنت بمدرستك بجامعتك
واللي بيبقى هو بيدل على قد ايه قوي، واللي بيتفرق بيكون انه كان بس بحكم الظروف هو موجود. صحيح. فاكيد انا هذا اللي اختبرتها يعني. انا اعز صديقه لي هي هلا اختي غيدا اللي بقول لها هاي اذا عم تحضرني. معقول ما تكون عم تحضري كتير؟ اكيد عم تحضرني. هي ومخبره كل شيء لباتريسيا يعني. انا عرفت اخر شيء قديش انه ساعدتكم. بعرف يعطيها يعني. انا بدي اوجه لها تحيه لغيدا، ثانك يو، لانه كانت كتير هيك كوبريتيف معنا، كانت اعطيتنا هيك اخبار وبعد ما افصحنا عن كل شيء يعني بعد في قصص رح نعرفهم عنك اكثر. فرح نحكي بالزمانات، رح نحكي من بعدها باسرار قد ايه كمان في اوقات اشياء يمكن منجهلها عن الشخص لما نشوفه من الخارج، ولكن في اشياء بالداخل رح نحكي بتفاصيلها. الفقرات رح تتابع، المشاهدين بعضهم عم يبعثوا اس ام اس ويحذروا شو اسم الشخصيه اللي لعبتيها بصمت الحب. انستغرام. انستغرام اكزاكتلي، هيدا ريفرنس سوبر هيني، بعثوا اسم الجواب دغري دغري من الاخر. هيدا رمضان مشاركه مساعده يعني، هيدا المود تبعنا بهذا الشهر الفضيل. مشاهدينا رح نفوت على بريك ونرجع مع رهف عبد الله نتابع سهرة عمر بالحلقة الرابعة بليالي رمضان مباشرة عبر تلفزيون لبنان. راجعين خليكن معنا. نرجع لمتابعة سهرتنا سهرة عمر، نحن وياكم مشاهدينا مع رهف عبد الله. اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا فيك شادي. كله تمام؟ جريت. رواق. حبيت هيك فلو البرنامج من مود للثاني، من فقره للثانيه. لا بهنيك عن جد موفق بهذا الشهر، سبيشلي انه هيك عم نحكي بمواضيع كثير يعني رجعتني كثير لورا. انا عم بتذكر انا وياك قصص حلوين في اوقات بننسيها اذا ما بنرجع نحكي فيها. صح. بننسى. انت بالطبع يلي في مراحل هيك بتحب ترجع تنبش عليها او في اشياء بتتنسيها اوقات؟ لا بالعكس، بالعكس انه بتحن بترجع لمراحل بحياتك حلوه يعني بالعكس، وبالنهايه الذكريات هي يعني بتكون ذاكرتك انت وبتكون شخصيتك. بالعكس كثير حلو تعمل بيلد اب، ما لازم تنسى ولا شيء، تعمل بيلد اب لحتى توصلنا لشو نحن عليه اليوم. وهالبيلد اب يلي عم نمشي فيه بالبرنامج وصلنا مع غمزه الاضاءه هلا انه ننقل انا وياك على فقره ثانيه رح نفوت فيها بمود اخر كليا، على اطارات رح نحاول هيك نعبي فراغات فيها واسرار مش كل الناس بتعرفهم عن رهف عبد الله والعاني اسرار. تفضلي. بيني بتجنني عم طلع على الرتور تبعك لو جورجيس، وكل العالم على كل حال يعني هيك قاعدين عم يحضروا ويتابعوا. والعاني اسرار هالاطارات الفارغه يلي هيك بدنا نحاول نعبيها باشياء ما بنعرفها عن رهف عبد الله، عن سيكريت. عندك اسرار؟ ليك ما كثير بعتبر حالي عندي اسرار، لا بالعكس انه حدا ترانسبيرنت هيك وطبيعي قدام الناس ما كثير عندي اسرار. لا هلا انه مثلا بحب سبور كثير، هيدي شغله عاديه انه بعمل اكستريم سبورتس اوقات بحب، بس انه اسرار كانه يمكن الناس ما كثير بتعرفها عني لا. هلا في سر ثاني كمان عم بتحاولي مثل ما بقولوا تمغمغي الموضوع عن جد؟ وفي هيك عنوان عريض عم يتداول بالصحافه اللي هو انه رهف عبد الله تعيش قصه حب مع رجل اعمال وسيم. اها اوكي. ليك هلا هيدا ما بعتبره سر، هيدا الصحافه تبعنا يعني بقلب البرنامج قدرت تنبش على الخبريه وتلاقيها. ليك ما مبين علي انه هيك يور جلوينج، مبين انه يور جلوينج يعني. ليك بتعرف انا كنت اقول دائما انه مو بحياتي ممكن اقدر اعيش بلا هيدا الشيء يعني عن جد، انه اتس ا فيري نايس فيلينج وبتمنى لكل حدا عم يحضرني. شعور الحب لما الشخص يلاقي الشخص اللي بيكمله. صح، لانه انا كنت دائما افكر بالارتباط انه هو شيء كثير هيك كليشيه وصار تقليدي، وانه لانه لازم ومجتمعنا. كنت ابدا ما يعني ما لاقي حالي بهذا الشيء، كنت اقول دائما انه انا وقت اللي رح احب رح افكر بهذا الشيء، وهيك صارت يعني وصارت unexpected. صح
صح انا اكسبكت بطريقه غير متوقعه عفويه وكثير حلوه. ولوين رح نوصل بهالقصه الحب؟ ان شاء الله خير. يعني انا دائما هيك بقول انه كل شيء حلو الواحد يعيش مراحله بطريقه حلوه وينبسط فيها ويعطيها يعني حقها. يعطيها حقها. على كل حال انت كنت عم تعطي حق كل مرحله بحياتك بخطوات ثابته، ولما بتعملي خيار او لما بتاخذي قرار بيكون عن اقتناع وبيكون عن شو كمان؟ شو يعني لما تكون قادمه على قرار غير الاقتناع تستشيري حدا؟ يعني هيك في ناس يعني اكيد بمواضيع معينه يمكن بتحكي اختك، بتحكي حدا معين، صح. في حدا بترجعي له ريفيرنس هيك بتوثقي فيه؟ ليك عائلتي دايماً. اكيد يعني عائلتي برفقتني من انا وصغيره. استشرتيهم يعني. لما اخذت مسلسل صمت الحب؟ طبعا. شو قالوا لك؟ طبعا ليك كان فيك يعني كنا كلنا مترددين يعني من ضمنهم انا حبيتها هيك كنا كلنا مترددين. إيه؟ هل اتحرسين عليك وبخاف عليك؟ ليك لانه انا حدا مني كثير يعني مش هدفي الاضواء والشهره والى اخره، يعني حدا بحب دائما يعمل شيء يضيف عليه لهيدا الموضوع، بس بالنهايه القصه اكتملت وكانت حلوه وكمان فيها تجربه جديده الي، فاقتنعنا اخر شيء انه حلو. جو فور ات. مضبوط. وفي كثير اسرار رح نكشفهم عن هيدي القصه، بدي اطلب منك تقولي الو. الو. مساء الخير. اهلا مساء النور. رمضان كريم اليك يا رهف ولشادي ولكل المشاهدين. ورمضان كريم اكيد لكل فريق سهره عمر. انا هذا الصوت بعرفه. رهف ما عم بتشوف الرطور. هذا ليليان. ثانك يو. رمضان كريم علينا وعليك. المخرجه ليليان بستاني مخرجه مسلسل صمت الحب، مساء الخير رمضان كريم لك كمان. مساء النور. ميرسي ميرسي. كيفك؟ أنا منيحة، أنت منورة، بعرف إنك منيحة. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. عم بتابعينا من أول حلقة ليليان؟ عم تذكر من اول حلقه اكيد. معقول بطله مسلسلنا وما يكون عم تتابعها؟ عم بتشوفي شو الاخبار. اول شيء شكرا لانه خصيتونا بسهره عمر لك وللمنتج بطانوس ابي حاتم بهاللقطات الحصريه. بعرف قد ايه صعب الواحد يتخلى عن هيك موضوع ويعطي دقيقه ونص من شغله حصري قبل ما ينزل على الهواء، عن جد شكرا للثقه، هيدي اهم شغله. نحن ما تخلينا يا شادي ابدا، نحن حطيناه بالموقع المناسب وبيشرفنا اكيد. تسلمي، شكرا. ليليان خبريني، نحن بفقره والعاني اسرار، شو في هيك سر اكتشفتيه برهف على السات او شي خبريه صارت ما حدا بيعرفها وحتى رهف هيك يمكن مش متذكرتها كثير، ذكرينا فيها خبرينا. بتذكر. أول شيء قبل ما بلش بالأسرار خليني أقول لك لحظة قبل ما بلش بالأسرار أسرار. يعني شكلها ليستا طويلة. ما بتخلص، ما رهف ما بيخلصوا. خبريني قولي لي، قولي لي يعني. لا بس بدي هيك نوه بشغلة صغيرة عن رهف، يعني بنتهز الفرصة وبقولها إنه رهف بركي فيك تعتبره كمان سر، بس سر جدي يعني مش من ناحية التصوير، إنه هي صبية مجتهدة ملتزمة بتحترم المهنة وفعلا كانت محضرة حالها دايما قبل ما توصل على السيت، وهذا الشيء كان كتير إيجابي. وبقدر أقول كمان أنه كانت إنسانة بتحترم الوقت، بتعرف أنت كتير منيح أنه وقت التصوير يعني ما فينا أبدا نزعبر فيه، فرهف كانت تحترم هذا الوقت بعكس يمكن اليوم في البعض اللي ما عم بيقدر تعب ونطرة العالم اللي بيكونوا. فهيدي كانت نقطة إيجابية بحب أحكي فيها عن شخصية رهف الممثلة خليني أقول. نعم. وبخصوص الأسرار يلي هيك صار شيء حدث طريف على السيت، صار شيء خبرية هيك ما حدا بيعرفها يعني خبرينا. خلينا نقول ببدايات على رهف ما أنه كانت حدا متجدد وبعدها شوي بتجهل عملية التصوير بكاميرا واحدة والإخبار كلها يلي بتصير، فكان عندنا حالة ذعر تصير كل ما رهف تغلط بشي جملة تعتقد انه بدها تعيد الحوار من الاول. فكنا دائما نقول انه الا رهف انت بلشي من هون وكفي، لا بدي اعيد من الاول، الا خلص بروح علم ابيلك، بتقلي شو يعني؟ فما اكتشفت هالخبريه الا بس بلشنا نعمل مونتاج اول حلقات، اجت لعنا على المكتب وحضرت وشافت كيف بصير المزج بين الحوارات بين الممثلين، فاقتنعت انه اوكي بس تقدر بتروحي على غيري وبكفي دين. فعندنا مثل هي الشغله يعني في بعد بركي هيك بخبرك عن شيء، بس مغامره كانت مغامره خطيره.
رهف كانت وين بدي لك، نحن وعم نصور بمشاهد السيارات. نعم. كان عندنا مغامرة ما بتفهم مع رهف عبد الله، هي قديش حريصة على الحماية بالقيادة وبالالتزام بالقوانين وكل شيء، ونحط الحزام ونستعمل الإيرفون، بس كانت ما بعرف ليش فقط بالتصوير تعتبر انه نحن كشركه انتاج مستاجرين الاوتوستادات كلها على حسابنا، وتقرر تمشي بالنص لا يمين ولا شمال بالنص. هيدا لا ضرورات تمثيليه، لا ضرورات المشهد. لا لانه راسي كان بالنص وما فكر بشيء ثاني. عم بتضرع لربي اوصل بالسلامه ونخلص المشهد، يعني ما كان عندي شيء ثاني اعمله. بتعرفي يمكن هذا لانه الواحد بيكون مثل ما عم تقول رهف فوكست على المشهد على النص. بعدين ايه ليلو، مش الاوتوسترادات كلها قلنا كانت؟ بلا اكيد شركه افكار شركه سخيه. شفتي كيف لكن ليليان بستاني، شكرا لهالمداخله المحببه دايما، شكرا كمان للثقه بمشاهد صمت الحب، موفقين وناطرين نعرف تفاصيل عرض المسلسل كمان ان شاء الله قريبا ورا شهر رمضان الفضيل. شكرا لك المخرجه ليليان بستاني. رهف ليليان يعني من الاشخاص يلي هيك افصحوا عن كم سر كم نهفه صاروا على السات يلي عم نحكيهم. كمان في جانب اخر لرهف واسرار ثانيه، يعني ذكرت الاكستريم سبورتس يلي انت كمان بتحبي ان تخوضي هالتجارب، مثل شو الاكستريم سبورتس؟ ليك هلا مش مجربه شيء بعد منهم يعني، بس بقول انه مثلا بحب اعمل سكاي دايفنج او بس برجع بفكر فيها انه طب انت حياتك بتدق يعني ات سام بوينت، انه ما بحب خاطر بحياتي بشي بعمله اكيد يعني، دائما برجع لهي النقطه وبفكر فيها. بقول انه الانسان حلو اكيد يعمل ادفنتشر، بس يضل عنده اعتبار لانه ما يتهور يعني، هيدا اكيد بفكر فيها. يمكن كنت قبل بفكر بغير طريقه ولحمايه امنك الشخصي. في كمان تدابير كيك بوكسينج عم تتخذ بهذا الموضوع، رح نشوف. ما بعرف في شواهد على هذا الموضوع يعني، رح نفرجيها للمشاهدين. معنا براف يعني. هذا الفيديو بالجيم. ليك انا بحب السبور كثير لدرجه انه بحب جرب يعني اي شيء. هلا ليك التكنيك هون مش 100% صح يعني، بس في محاوله إيه بوقتها انه ايه هيك كنت انه عم حاول اعمل شيء صح. في محاوله قد ايه رهف يعني، كمان هون بمكان اخر الواحد بسره وخاصه صبيه كمان تكون حافظه أمنة خليني أقول بمكان ما، يعني الكل معرض يمكن لمواقف معينة يعني قديه كمان على عدا عن الرياضة وعدا عن اللياقة البدنية الواحد يهتم بحاله، كمان أنت ردي أنه إيه إذا انحطيت بموقف معين يكون في سيلف ديفنس كمان. أكيد هذه الشغلة كثير مهمة، خصوصا أنه يمكن نحن للأسف يعني بلد الأمن فيه غايب، شبه غايب. في مناطق أنا أوقات بكون سايقة فيها بالنهار، بقول اذا انا جيت لهون بالليل ممكن ما ارجع عايشه يعني، بكون ما في لا اناره ولا شيء. فكثير مهم الواحد انه ينتبه على هول القصص ويقدر يدافع عن حاله. اكيد من الاسرار كمان يلي عم نحاول هيك نكشفها بتفاصيلها، بسؤال بمسابقه ملكه جمال لبنان سالوك بعد 10 سنين وين بتشوفي حالك؟ جوابي كان بوقتها بشوف حالي امراه مستقله عندها عمل خاص. حر وخاص فيها. هذا كان بال2010، نحن اليوم بال2017 بعد 7 سنين يعني قبل 3 سنين من هذا الموضوع. قد ايه صرت محققه من هذا المشروع لحديت اليوم؟ ليك بتعرف انه يمكن الفتره الزمنيه رقم، بس انه قد ما هو الانسان يعتبر حاله صار تطور وقادر على هيدا الشيء يعمل، يمكن 3 سنين يمكن 4 سنين. انا انقلي وقت 10 سنين اكيد اعتبرت انه انا بكون شخص اشتغل وفات على معترك العمل وصار انسان عم ينتج اكسبيرينس، لا يقدر اكيد من خلال هالتجربه ياخذ يعني مثل ما بقولوا هيك الادفايس منها، لانه كل شيء بتمرق فيه بحياتك بيعطيك وبيعلمك وبيخليك تتطور، ويمكن كمان حتى بيعرفك انت شو بتحب وشو ما بتحب بهيدي الحياه يعني. فبعتبر اني على الخط الصح. صحيح. ان شاء الله ذكرتي شو بحب
وشو ما بحب، شو البرايوريتيز اليوم عند رهف عبد الله؟ رح اعرفهم منك بعد بريك اخير رح نفوت عليه بحلقتنا، وبعد عنا كمان فقره بعد شوي رح ننقل عليها، بعد في كثير قصص رح نحكي، حتى لو الوقت هيك عم يمرق بطريقه كثير سريعة بحلقه ليلي. بريك صغير ومنتابع سهره عمر، خليكم معنا مشاهدينا. نرجع لمتابعة سهرتنا مع رهف عبد الله، نجمة هالحلقة الرابعة من سهرة عمر. القعدة بتجنن، سهرة عن جد من العمر بسرعة. فعلا ذكرت قبل البريك رهف انه شو بحب شو ما بحب، اليوم شو البريوريتيز اللي عندك هون، شو الافضليات اللي بتبحثي عنهم، شو بتحبي وشو الاشياء اللي ما بتحبي هيك عم بتحاولي تبعدي عنها؟ ليك الكذب أنا ما بحبه أبداً. العالم اللي بتفرجيك صورة حلوة وبتبين لك منيحة بوجهك وبترجع بظهرك وبتحكي كمان أنا هو صورة غير. ببعد عنهم. الأشخاص اللي بيأذوا كتار حوالينا، كتار حواليك هالأشخاص، يعني هالقد عاملة سيستام أنك تنطفي محيطك من هؤلاء الأشخاص؟ ليك كتير مهم، بس فتت بهذا المجال اللي هو الإعلام اختبرت قديش هي مهنة كتير حساسة، ومهنة كتير تتطلب أنك تكون أنت شخص فيها مهنة، ما تعمل صداقات كتير، لأنه اكتشفت أنا أنه دايماً فيها لهيدا المهنة أشخاص بيتمنوا لك يمكن شيء مش منيح بلا ما انت تعرف. فيها طمع هالمهنة يعني اللي نحن فيها، يعني هالوسط يلي تحت الاضواء يلي نحن فيه، في طمع بمكان ما؟ ليك موجود وين ما كان. بعدين هيدي انا بحسها هي طبيعه الانسان، انه انا بدي اكثر بدي اكثر بدي اكثر، يعني هيدي موجوده اكيد موجوده، بس بالنهايه اذا الواحد ما رجع لحاله لهو شو ل بيته واهله هيك بينسى هذه المواضيع وبيصير بيتمادى فيها كثير، بيتخطاها 100%. غمزت لنا الاضاءه على كل حال، يعني ورجعت غمزت لنا مره ثانيه انه يلا هموها وانقلوا على الفقره الاخيره يلي هي مثل ما صاروا المشاهدين معودين، والعاني صحافي. في كتيبة وفي هيك هلا بتحكي لنا مساج بالآخر. رهف والعاني مع الصحافة، فقرة من خلالها بناخذ اتصال من أحد الصحفيين بيطرح عليه على الضيف سؤال أو سؤالين، هيك بيكونوا من جو آخر، بيكون في استفسار خليني أقول من نوع آخر. ليلى الأسئلة رح يكونوا مع الصحفية بموقع تريبل إي الإلكتروني بولا خباز. بولا مساء الخير. مساء النور، كيفك شادي؟ رمضان كريم واهلا وسهلا فيك معنا وشكرا للمداخله، شو اخبارك؟ شكرا لكم، وبدي مسيك وبدي مسي رهف. هاي وحلقه حلوه كثير، يعني رسمتوا على وجهنا الابتسامه من اولها. اهلا وسهلا. ثانك يو بولا، كيفك؟ اهلا وسهلا. بولا تفضلي تلقائيا ومباشره الى سؤالك الاول لرهف عبد الله، تفضلي. رهف، قطع قبلك وقطع بعدك ملكات جمال، إنما ما اشتغلوا قدك بالنشاطات الاجتماعية، فكان هين عليهم يرسموا صورة فنية لهم، إن كان تمثيل إن كان بالغنى. أنت من 2010 لليوم كان عندك كتير نشاطات اجتماعية، إن كان لما صرت عضو باليازا، إن كان لما دعمت قانون منع التدخين، إن كان لما شاركت غنائيا مع وان لبنان للوحدة الوطنية، وحتى سفيرة لكتيبة الكورية باليونيفن وإلى آخره. يعني هالقد لما شخص هالقد بيرسم لحاله خط اجتماعي بيكون مدروس وغني، ليه بيتجه صوب تقديم برامج فنية أو صوب التمثيل؟ ما بتخاف تعب 5 سنين يلي رسمتي فيه صورة المرأة يلي بتهتم للأمور الاجتماعية
تضيع هوية رهف، أنا بل ممثلة بل بتغني بل تهتم للأعمال الاجتماعية. أنا أول شيء بشكرك على هذا السؤال، وأنا اليوم بالعكس بدي أنقل كل اللي حضرتك ذكرتيهم على هذا المحل. يعني حبيت سؤالك لأنه يمكن أنا ما كتير بتستهوين البرامج الترفيهية يلي هي فيها أغاني، بالعكس أنا اليوم كنت عم بحكي مع شادي وطرقنا للموضوع أنه أنا بلاقي حالي عم بنقل كل هالمواضيع اللي أنا اشتغلت فيها على السكرين، يعني على الشاشة للناس تتفاعل معهم، للناس تعرف شو عم بيصير. فأنا بشوف حالي بهالإطار. أما بما يخص التمثيل كمان طرقنا أنا وشادي للموضوع أنه اليوم بلاقي حالي عم أدي شخصية بتودي رسالة معينة، بتخلي العالم بتعلم كلمات، تعرف شيء جديد أو تقتنع بشيء يمكن هي ما مقتنعة فيه بس لأنه تابعت هالشخصية وحبتها. شخصية هادفة مثل ما سبق وذكرتي كمان. بولا بتحبي تطرحي سؤال آخر وباختصار عملي معروف على رهف؟ نعم تفضلي. سؤال سريع. رهف أنت بنت رجل دولة وأمن، يعني المفروض تربيتي تحت جانح شخص بيعرف أنه الغلط لازم يكون في وراء أساس معنوي ومادي تما يتكرر. كونك تربيتي بهالبيئة، شو اللي خليك تمضي على طعن قانون السر الجديد ورفضتيه؟ يعني المفروض أنه تكوني يمكن من أول الناس كونك بهالبيئة. هلأ لا شوي اللي حضرتك عم تذكريه يعني بعيد عن بيتي. أنا صح في عندي ديسبلين ببيتي وهذا الشيء موجود، بس أهلي أكثر نحن أصحاب مع بعض وما في عنا هيدا الأساوي اللي حضرتك عم تذكريه. يعني لأنه حتى مهنة ما أنا ذكرت له لشادي أنه كان بابا لحظة بشيل البدلة بصير هالبي العاطف اللي هالقد بحب من قلبه. وحتى ماما كانت يعني امرأة عاملة وبنفس الوقت كانت ما يعني ما ابدا تنتبه انه نحن نكون دائما موجودين معها وما تروح لمحل الا ما نحن معها. فبالعكس ما عندنا كان هيدي الاجواء بالبيت. هلا بما يخص الطعن، ليه منك راضية عن قانون السير الجديد؟ ما عم بسمع سوري. ليه منك راضية عن قانون السير الجديد رهف يلي عم تحكي عنه بولا انه انت مضيتي الطعن فيه؟ نعم نحن بلحظتها كيازا اعترضنا على بند معين فيه يعني جزء يعني الأمضاء كان جزء مش كله. مش كله لا نعم. أكيد نحن نعم. كجمعية تشجعنا القانون وبالعكس نحن اشتغلنا على أنه ينقر القانون بمجلس النواب، بس كان عندنا مشكلة ببند معين وقت قدمنا طعن كرمالة. شو البند؟ مادة؟ لا كانت لها علاقة بالسيارات اللي عم تفوت عن البور بطريقة غير شرعية وغير منظمة، فما كان كتير محدد بطريقة واضحة بوقتها بالقانون، فنحن أصرينا أن تكون أشد من هيك. نعم. يعني اقتضى توضيح على كل حال. بولا خباز فيديكيون صحفية، شكرا لأنه دايما بتابعي مش بس برنامجنا، أنا على اطلاع دائم وأنا بشوف أداء أنت أكتف على سوشيال ميديا كمان. شكرا لهالمداخلة المحببة وبتمنى لك رمضان كريم. حلقة حلوة كتير. شكرا. ومحبة كبيرة طبعا لرهف، يعني ثانك يو، بتمنى لها التوفيق بكل مجال بتفوتيه. شكرا على المداخلة. شكرا وعلى لك بولا خباز على هالمداخلة المحببة. رهف بدنا نفصح عن اسم الشخصية اللي بتلعبيها بصمت الحب ويلي هي جانا هو الكاركتر الأول يلي رح نشوفك فيه على الشاشة قريبا إن شاء الله من بعد شهر الفضيل، ورح ناخد اتصال لنشوف مين قدر يحذر هيك أو يفوت على السوشيال ميديا ويعرف. بس بهذا الوقت كمان أنا بدي أقول لك إنه قدامك فيه هيك ورقة وقلم تكتبي لنا لا سهرة عمر هيك رسالة صغيرة، ما بعرف شو بدك تتركي لنا هيك سوفينير صغير منك. بالوقت اللي كمان أنا رح أخذ الاتصال ونشوف مين كان من نصيبه ليلى يربح ليرة ذهب. ألو يبدو أنه الاتصال انقطع، رح يرجعوا يحاولوا يتصلوا فيه. كلمة من القلب أكيد. بدي ذكر المشاهدين أنه الكلمات اللي ما عم نشوفهم كلوس أب عن قصد، ما عم نشوف تفاصيلهم هيك لحتى ترجعوا تابعونا عبر السوشيال ميديا وتشوفوا تفاصيل كل ضيف شو كتب لنا، وتروحوا لعنا على السوشيال ميديا تكتشفوا إن كان بيتي لليبان أو عندي على حساباتي الخاصة كمان. ورهف كانت هيك
نجمة بهدوءها برواقها بكمان الجديد اللي أفصحت عنه بكاركتيرها اللي بيشبهها دايما. عم تكتب لنا Thank you شادي. عن جد يعني استمتعت بهيدي السهرة وهيك يعني استرجعت فيها كل لحظات عمري الحلوة معك، يعني رجعتني على القصص اللي هيك طفولة وقت ربحت علاقتي بعائلتي، فحبيت كتير القالب اللي عم تطلعوا فيه وخصوصا المود كمان، يعني موفق بهالبرنامج. حبيت الكونسبت جريت، وتحية للأعداد وللإنتاج. أكيد تحية برافو لكل شخص معنا بالتيم. مرسي لإلك ولتعاونك. قبل ما نختم رح أخذ الاتصال نشوف مين ربح معنا ليرة ذهب بسهرتنا ليلى. ألو ألو رمضان كريم، مين معي؟ رمضان كريم عليك، معك جنان زلزلي. أهلا وسهلا فيك، من أي منطقة عم تحضرينا؟ وينك؟ عم بحضرك من حارة حريك. يا أهلا وسهلا فيك وبكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا مش بس بحارة حريك، وين ما كان بلبنان. حزرت أنه جنى، أنا بدي لك ألف مبروك. إدارة تلفزيون لبنان من خلال سهرة عمر بتقدم لك ليرة ذهب. شكرا للمداخلة وللمشاركة وللأسماسات، وفيك تبقى تبعت أسماسات طيلة هالشهر على كل حال. أوكي مرسي لك، شكرا ورمضان كريم، أهلا وسهلا فيك. رهف عبدالله شكرا على الحلقة الحلوة يلي كنت نجمة راقية فيها مثل ما تعودنا عليك، بأي مجال بتكون فيه موفقة بصمت الحب وبأي قرار وبالحب كمان. نشوف خواتيم سعيدة لأنه يور جلوينج، عينيك عم بشعوا. أهم شيء تكوني مبسوطة وأي قرار بتاخديه يكون مثل دايما عن اقتناع ويكون دايما إضافة لإلك. شكرا لوجودك معنا بهالحلقة. ثانك يو شادي، أنا بدي أشكرك على الاستضافة وبدي هنيك على هالبرنامج الحلو اللي عم تطلع من خلاله. شكرا، طالع كتير هيك طبيعي وقريب للقلب، وكمان الست كتير حلو، وأنا كمان هيك مرق الوقت بسرعة. شرفتينا، أهلا وسهلا فيك رهف، ضيفة عزيزة. مشاهدينا أنا برجع بلتقى فيكم بحلقة بكرة، ضيفة النجم الرياضي وليد ضمياطي، رح نحكي معه بأمور كتيرة. كان مكسر الدنيا وليد ليتلي، وخاصة مع التعليق على ماتشات الباسكت بول. هيدي كانت حلقتنا لليلة مع رهف عبدالله، الحلقة الخامسة بكرة من رمضان. رمضان كريم للكل، وإن شاء الله صيام مقبول، وأهم شيء رجعنا لزواتنا ولا دخلنا بها الشهر الفضيل. تابعونا بسهرة عمر كل ليلة.